يا شيخ، بعض طلبة العلم يكون إمام مسجد ومؤذن، فيعتذر من بعض الظهور لكي يحضر دروسه ويرحل للطلبة. إذا جاء قبله الجماعة بأن خائن أمانة وبأنه بدي مفضول على فاضل، هل صحيح أنه يخون الأمانة؟ الثاني متعلق بالأخ، يقول بعض أئمة المساجد يتخلف كثيرا عن بعض الأوقات، ثم أن الجماعة يتكلمون عليه، يعتبرون هذا من باب الخيانة للأمانة. كان الأولى بمثله يحافظ على إمامة المسجد. أما بالنسبة لأئمة المساجد اللي يتخلفون عن مساجدهم، أول نعم، الإنسان مؤتمن على المسجد وهذه أمانة، ويتقاضى رزقا من بيت المال على أداء هذه الأمانة، ويسكن بيتا للمؤذن أو للإمام على أن يقوم بهذه الأمانة. ولو لم يكن إماما ما جلس هذا البيت ساعة واحدة، إذن هذا في مقابل المحافظة وإمامة الناس، وهذا أمر لا بد منه. ولكن إذا عرض له عارض، وهذا العارض يمنع من الحضور، إما كما تفضل يريد يطلب العلم أو يحضر درسا، لا بد يوكل غيره وينب غيره من يصلي عنه. أما يترك المسجد لا مؤذن موجود ولا إمام موجود، والناس يلتفتون يمينا وشمالا لحضر الوقت، ما يدرون هل يحضر أو ما يحضر، هل يصلون أو ما يصلون، فنعم هذا غلط. وزجر المأمومين للإمام على هذا الوجه وعلى هذه الصورة في محله.